السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، هذا اليوم سأشارك معكم عن أهم الصلاة للمسلم هو الدعاء. الدعاء غالبا ما يقوم بها المسلمون بغض النظر عن عمرهم، صغيرا أو كبيرا، ذكيا أو جاهلا، عافيا أو مريضا، فكلكم قادر على الدعاء. وأين غالبا ما يقوم بها؟ يعني في الصلاة مثلا، لأن الصلاة هو في اللغة والدعاء. الدعاء يمكن أن تؤتي السكينة وتكون دافعا للنجاة، وذلك لأنه قادرة على التثبيت القلبي ومنه طمأنينة في وصول إلى الأهداف. كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة الغافر الآية 60. ومن أوامر الإمام الغزالي أن يمارسها في الصباح، أي بعد الفجر حتى الشروق. هناك 4 أشياء يحب أن نفعلها: أولا الدعاء، ثانيا التسبيح والذكر لتجنب الإهمال، ثالثا قراءة القرآن، رابعا مناسبة النفس. ومن آدابه وسنته هو الوضوء قبل الدعاء، تحميد إلى الله والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع اليدين في الدعاء، ثم الاستقبال القبلة وغير ذلك. إذن يمكننا أن نفكر للحظة ونكون خادما يحب الدعاء، فلا تكن عبدا فخورا لا يشكر إليه، يعني الله سبحانه وتعالى. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.